عبد الله عامر، مؤسس انجلش كابسولز، انت منورنا النهارده في الوادي الجديد. حابين نعرف سبب الزياره النهارده. سبب الزياره هي دعوه من فريق جميل جدا اسمه سبارك تيم. الفريق ده لسه بادئ في الوادي الجديد، وانا اول ما سمعنا الوادي الجديد يا منطقه بعيده، زي اي حد يقول لك المنطقه دي بعيده جدا اروح اعمل ايه اصلا. كتير كتير، لكن حماس الناس وجديتهم خلينا نقول ايه، تعالوا نجرب. وبصراحه يعني ما جربنا، لان الموضوع مش بس يعني استحق التجربه، ولكن احنا نستحق التجربه تاني وتالت ورابع ان شاء الله. ليه؟ في ناس كتير عاوز تتعلم هنا، للاسف الظروف مثلا الديموغرافيه والتيبوغرافيه والجغرافيه بتاعت المكان بعيد جدا ومعزول وحاجات كتير جدا، فخلت الواحد لا يستاهل ان الواحد يجي ويتعب، عشان الناس دي محتاجه اكتر من كده. طيب. الناس محتاجه تتعلم انجليزي، محتاجه تتعلم عن المنح، الحاجات دي كلها. لو رجعنا للانجليزي، بتقدر تسهل على الناس تتعلم الانجليزي بنسبه كام في المية؟ بص، الموضوع مش انا بسهل، الموضوع احنا بنقول لهم ازاي يتعلموا، يعني الموضوع سهل وبسيط، لكن احنا السواقه حلوه، الطبيخ حلو، العلم ده حلو، بس ازاي اتعلم؟ لازم تتعلم ازاي تتعلم، دي مش يعني هقولها تاني، اتعلم ازاي تتعلم، ده اللي بيقولوا للناس ازاي يتعلموا، ازاي يعرفوا نفسهم، مهاراتهم الشخصيه، يعرفوا اسلوب التعامل الاحسن واسلوب التعلم الاحسن ليهم، ونقوم على خطوات سهله وبسيطه مجربه، بحيث ان احنا عملناها مع الاف الناس قبل كده ونجحت، فلما نطبقها يلا. طيب انا اشتغل. كنت سمعت من الشباب في الفريق ان انتوا بتوفروا ماتيريال للناس تشتغل عليها. بالظبط كده، قلت لك ان احنا بنقول للناس تتعلم ازاي، ونقول لهم مش بس ايه يلا اجمد انت جامد جدا الموضوع حلو، لا خالص، الموضوع مش موتيفيشن اكتر ما منه، اللي هو براكتيكال عملي، نقول للناس اتعلموا، تعلموا الحاجات دي، الحاجات دي احنا لخصناها لكم وجبناها لكم. تخيل مثلا انت كده مثلا انت صحفي وقلت للناس بصوا هعمل لكم كورس في الصحافه، مجمع فيه خبرتي في جميع الجرايد والمقالات والكتابات والكتاب والحاجات دي كلها، وقلت لهم الدنيا ماشيه ازاي، فبالتالي انت بتسهل على الموضوع، افتح كده كله عشان اجيب صفحتين، لا انت جبت صفحتين من هنا وصفحتين من صفحتين، جبت المجلدات كلها قال كتيب صغير، وقلت لي دي الملخص للموضوع كله، فاحنا بنعمل كده الحمد لله، يعني الحمد لله يعني ناجحين فيه. عبد الله عامر، انت نورتنا النهارده، باشا نورك، اتمنى الزياره تتكرر مره واثنين وثلاثه، ويا ريت المره الجايه يبقى معاك فريق العمل بتاعك ان شاء الله. هم هيجوا يتفسحوا.